أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. في الآونة الأخيرة اشتد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وظهرت أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام الدولي واستغلال ملف أوكرانيا في محاولة تشويه صورة الصين والخلط بين الصواب والخطأ. وخلال دورتين اللتين أوقدتا قبل أيام، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة نصبت 10 فخاخ خطابية للصين باستغلال الأزمة الأوكرانية. إذا ما هي هذه الفخاخ الخطابية؟ وكيف يمكن أن ننظر إلى موقف الصين في الحرب الروسية الأوكرانية والدور الذي ستلعبه في المستقبل؟ مشاهدينا نبدأ الحوار بعد الفاصل. مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف اليوم السيدة تان هوم خبير في الشؤون الدولية، وأيضا السيد لطفي مقدم إعلامي جزائري مقيم في الصين. سيدة تان وسيدة لطفي مرحبا بكما. أهلا بك. نعم. مرحبا. سنبدأ الحوار مع سيدة تان. أستاذ تان، يعني نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن معلومات استخباراتية غربية زعمت أن الصين علمت مسبقا الخطة الروسية ضد أوكرانيا، ولكن الصين لم تعرقل روسيا، بل طلبت من روسيا فقط تأجيل عملياتها العسكرية. لذلك تتحمل الصين مسؤولية لا مفر منها عن هذه الحرب. فكيف ترون هذه المزاعم؟ هذه في الحقيقة ليست إلا قصة خيالية اخترعتها نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الغربية. ونحن نعرف أن روسيا دولة كبيرة مستقلة ولها سياسة استراتيجية محددة، وعندما كان وسائل الإعلام الغربية تخترع هذه القصة الخيالية لا تهتم ما إذا كان هناك معرفة مسبقة بموعد بداية هذه العمليات العسكرية، وإنما هي تريد أن تتهم الصين من خلال هذه القصة الخيالية في هذه الكلمة الملفقة بأن الصين لم تمنع روسيا من شن هذه العمليات العسكرية الخاصة في حالة معرفتها عن موعد بداية هذه الحرب. وفي الحقيقة أن هذا فعلا إشاعة لا أساس لها من الصحة. فوسائل الإعلام الغربية تحب أن تفرض مسؤوليات على الرأس الصيني وتحقق هدفها لإصابة عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول هو إخفاء الحقائق لاختلاق الفتنة والتحريض من قبل الدول الغربية وراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتغطية التهديدات الواقعية التي أدى إليها التوسع الشرقي لحلف ناتو. والعصف الثاني هو إساءة العلاقة القائمة بين الصين وروسيا. ثلاثة عصافير بحجر واحد. إذن العصفور الآخر لم أتكلم عنها، ذلك لأن هذه هي طريقة من الطرق المعتادة التي تلجأ إليها وسائل الإعلام الغربية للتصويت صورة الصين. إذا هذا هو الطائر الأكبر. أستاذ تان، كنتم يعني عنصرا في الجيش الصيني، كيف ترى صحة المعلومات الاستخباراتية الغربية؟ فطبعا نحن رأينا أن وسائل الإعلام الغربية يعني طول فترة اندلاع الحرب دائما ما تنشر وتصطنع القصص الخيالية والأخبار والمعلومات الكاذبة. أستاذ تن، أقصد يعني مثل هذه المعلومات الاستخباراتية الغربية، كيف حصلت عليها الصحف الغربية مثل نيويورك تايمز؟ نعم. يعني نيويورك تايمز تقول أنها تنقل المعلومات الاستخباراتية
من جهتي المختصة، وأنا فعلا معجب يعني مستغرب لصحة هذا الكلام. إذا هم كأنهم طرف من أطراف المحادثات فيما بين روسيا والصين، وهم يعرفون كل التفاصيل للتنسيق فيما بين المواعيد المختلفة، مثلا لانتهاء أولمبياد بكين الشتوية وبداية الموعد للحرب إلى آخره. هذه فعلا شيء مضحك شكرا ومخزية. شكرا أستاذ تام. الآن ننتقل إلى السيد لطفي. أستاذ لطفي، يرى بعض الساسة الغربيين أن الصين تدعم سرا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتهمون الصين بأنها تفتقر إلى استقلال السياسة الخارجية، ويشككون في صحة مبدأ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لطرف ثالث الذي تقوم عليه العلاقات الصينية الروسية. هل الأمر فعلا كذلك برأيك؟ مساء الخير. يعني سؤال، في الشخص الذي يقوم بهذا الطرح معناه لا يعرف أي شيء عن الصين. عفوا، تاريخ الصين واضح منذ أكثر من يعني منذ القرن 300 قبل الميلاد إلى يومنا هذا، لم تشن الصين أي حرب على أي طرف. فالعقيدة الصينية معروفة، العقيدة الصينية مبنية على شيء: عدم المساس بوحدة كيان أو أي دولة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. الصين من أول الدول ومن الدول الوحيدة في مجلس الأمن التي كل مرة تدافع عن الحوار وعن آليات التبادل قبل الذهاب إلى الحرب. ومواقف الصين منذ 1945 ومنذ استعادة يعني مقعدها في الأمم المتحدة، رغم التعامل الجائر الذي كان من ما يعرف بالقوى الغربية عند وضعها للنظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، الصين لم تكن ولا مرة طرف في أي نزاع. لكن الصين كدولة مستقلة حرة لديها كل الصلاحيات لأن تبني علاقات مع الدول التي تريدها. وبما أن روسيا هي جار وأيضا حليف جيوستراتيجي، تربطها بها عدة علاقات، منها دول البريكس، منها أيضا مجموعة شنغهاي للتعاون. فنعم، هناك آليات تبادل بين الصين وروسيا، وهذا ما قاله وونغ يي: العلاقات الصينية الروسية like a rock، يعني مثل الحجر، لأنها مبنية على احترام متبادل، مبنية على شراكة منفعة. بلا حدود. سيد لطفي، كما قلت، يعني الصين لم تغزو أي بلد على مر تاريخها، ولكن سؤالي، يعني هل تدعم الصين، هل تعتقد أن الصين تدعم روسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا؟ الإشكال أنا لا، يعني لكي أجيبك على هذا السؤال نطرح سؤال آخر: هل نعتقد بأن الصين طرف في النزاع؟ لا، لا، لست الصين الصين طرف بالطبع النزاع. ليست طرف في النزاع. وهي لماذا تدعم روسيا؟ هل روسيا بعد ذلك، كان هناك تصريح من طرف بيسكوف، وبيسكوف قال: نحن لا نحتاج إلى الصين ولم نطلب من الصين. فبالنسبة لي هذا كله ما يعرف، لأن عندما يعني أريد أن أعرج فقط على السؤال الأول مع أستاذ تانغ، هناك معروف في الولايات المتحدة دائما، ومعروف من حرب أفغانستان، حرب العراق، وأيضا حتى كوسوفو، لأن الناس ينسون كثيرا بأن كانت هناك أزمة أيضا في كوسوفو في التسعينيات. أمريكا تمارس، ووسائل الإعلام الأمريكية تمارس ما يعرف ببالونات رأي. هي تقوم بصناعة بعض بالونات الرأي. الأخبار وتضعها للرأي العام.
نعم، بالونات رأي جس، أو ما يعرف ببالونات جس آراء الناس، يعني هي ترسل معلومة وتنتظر الفيدباك، رجوع الصدى كيف يكون حول هذا الموضوع. وهذا ما عملت به، لأنك لو تلاحظ بأن هذه يعني عملية تندمج ما في هدف غطاء بالونات أكبر. الرأي هذه تجاه الصين؟ هذا بالونات الرأي عندهم هدفين. الهدف الأول هو جس النبض للرأي العام العالمي، والرأي والدور الثاني هو وضع العدو أو وضع الأطراف أمام الأمر الواقع أو ظهر للجدار. فمعناه عندما نقوم بنشر هذا النوع من الأخبار فإنك سوف تؤثر على القرارات التي تأتي، لأن أمريكا عندما تنطلق في هذا توضع ما يعرف بالسيناريوهات، وكل المعاهد الأمريكية الاستخباراتية والجيوستراتيجية تقوم بذلك، يعرف بسيناريو، ولكل سيناريو لديه مخارج ولديه أيضا تقنيات وآلياته. مثلا فهما بهذا المعلومة يريدون أن يخرجون، معروف بأن الصين دائما ما تتحلى بالصبر، والصين ملاحظ، معروفة إذن بأنها نعم، ملاحظ إذن كبير لديهم في خطة الساحة شاملة. السياسية الدولية. هي نعم، لديهم هي خطة لا شاملة. الصين لا تتخذ قرار بسرعة. نعم. نعم، فهم لديهم تلك الخطة الشاملة يحاولون من خلالها التسريع من سرعة مثلا، فهم يريدون ربما بأن تتدخل الصين، أو شكرا شكرا. يريدون أن تنجم قرارات عن الصين تصب في صالحهم. شكرا سيدة لطفي. الآن نسأل أستاذ توم، يعني أستاذ توم، من وجهة نظري الولايات المتحدة، فإن الحرب الروسية الأوكرانية هي تمثل فرصة استراتيجية ممتازة يمكن انتهازها للتطور إلى الأمام. هل تعتقد أن هذه الحرب فرصة حقيقية للصين؟ أبدا، أعتقد أن هذا كلام فارغ لا تصل له من الصحة. وأمريكا تتكلم بهذا الأسلوب فإنها تريد أن تضع الصين في جهة ضد على تنمية سلمية للعالم وسلامه. وفي الحقيقة أن الصين لم تضحك في الخفاء أبدا، وإنما بالعكس تشعر بالقلق الشديد على تنمية السلمية للعالم وسلامه. وفي الحقيقة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تصرفات القنصلية للدول الغربية يعني قلبت رأسا على عقب كل الأوهام والخيالات والمعارف لشعوب العالم، خاصة للشعب الصيني، حول الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. فما على سبيل المثال، من قبل كان الناس يظنون أن المنصات العمومية في العالم ستكون دائما محايدة، ولكنهم مفاجئون بأن هذه المنصات سارعت إلى إعلان بأنها ستشارك في فرض العقوبات ضد روسيا، ومن ضمنها تجار لخدمات التشغيل لشبكة إنترنت ونظام سويفت. وأيضا كان الناس يظنون أن الفضاء الخارجي مأوى آمن، والأقمار الصناعية تشتغل هناك غير متأثرة بما يحدث على الكرة الأرضية، أستاذ توم، يعني هذه الحرب، هل هذه الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الصين؟ يعني نحن نقول أن يعني أن الصين دائما ما تهتم بالحفاظ على السلام واستقرار العالم، ذلك لأن الحرب دائما تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، ويعني ليست يعني دائما تكون هناك تدميرات يعني وتخريبات، وأيضا يعني تكون هناك ضحايا بين الشعوب من بلدان مختلفة. فطبعا الصين لا تحب أن ترى أن هناك أي حرب
من الحروب في العالم. نعم، شكرا شكرا. دعونا نستريح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش الفخاخ الخطابية التي نصبتها أمريكا للصين باستغلال الأزمة الأوكرانية الروسية. أستاذ لطفي، في 8 من مارس عقد الرئيس الصيني شي جين بين قمة افتراضية مع الرئيس الفرنسي ماكرون وأيضا المستشار الألماني شولتز لمناقشة الوضع في أوكرانيا. ويرى مراقبون أن فكرة وساطة الصين في الأزمة الأوكرانية أصبحت أكثر جاذبية في أوروبا. فبرأيكم هل ستتوسط الصين؟ وهل الصين قادرة على ذلك؟ أستاذ سليمان، في سؤالك هناك شطرين. هناك الشطر الأول الذي هو هل الصين سوف تتوسط أو سوف تلعب هذا الدور. السؤال الأول، نحن لا نعرف، يعني شخصيا لا أعرف ما هو أجندة القيادة الصينية، لأنها القيادة الصينية لم تتكلم عن هذا. لكن هل للصينيين القدرة على ذلك؟ نعم، لها القدرة على ذلك، وهي تعمل على ذلك، هي تعمل على تقريب الرؤى. والصين معروفة أيضا، يجب دائما نعود إلى الموقف الصيني. الصين في هذه الأزمة تعتبر من الدول القليلة التي هي على نفس بعد المسافة بين كل الأطراف، يعني بين الطرف الأوكراني وبين الطرف الروسي وبين أيضا الكتلة الأوروبية. ربما اليوم أوروبا هي ترى بأن قنوات حوارها مع روسيا ليست متكافئة، لأن يجب أن نعرف بأن الرئيس بوتين سئم من الكذب الذي مارسته عليه الدول الأوروبية. لأن الرئيس بوتين قبل سنوات، يجب أن نعيد أن نذكر سنة 2001، عندما كانت هناك ما يعرف بأحداث سبتمبر، كان الأول كل مرة يقدم اليد لأوروبا والعالم الغربي. لكن دائما أوروبا ما عملت على إهانة روسيا وشعبها، وهذا اليوم الذي الشيء الذي لا يقبله بوتين. ولهذا ربما قنوات الحوار مع أوروبا تبقى مسدودة، يعني رغم المكالمات التي جمعته مع رئيس ماكرون، إلا في كل مرة يقول بوتين. وهناك حقيقة تاريخية، روسيا كل مرة أبقت الأبواب مفتوحة. أوروبا والقوى الغربية وأمريكا والناتو هم من قاموا بغلق الأبواب في كل مرة أمام وجه روسيا. الصين ليست لديها نفس العلاقات مع روسيا ومع أوكرانيا أيضا، لأن بعد المكالمة الثلاثية، الصين قدمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. هذا ما يعطينا بأن الصين تتفهم الوضع. وأول بيان ناجم عن الصين قالت: أنا أتفهم، يعني الشكوك التي وأتفهم الخوف الروسي من هذه القضية، من هذا الوضع الجديد، لأن روسيا وضعت أمام الأمر الواقع، وخاصة بعد سنة 1991، يعني زوال الاتحاد السوفيتي سابقا وزوال حائط برلين مباشرة بعد ذلك، وبإعاز من الرئيس كلينتون، بدأ الناتو في التوجه إلى الشرق. وهذا ما يعطي دائما لروسيا هذا الإحساس بعدم وجود عدالة في النظام العالمي الحالي. لأن هناك بالنسبة لروسيا هي تعاني ضغطين: النظام الأوروبي والنظام العالمي الذي لم ينصف روسيا بعد الحرب العالمية الثانية. يعني وعلى مرتين أقول، سنة يعني 1945 نهاية الحرب، وأيضا 1991. فاليوم نعم، الصين لديها كل القدرات لأن تكون
هي من تلعب دور الوسيط بين كل هذه الكتل، لكن لحد اليوم الصين يعني لم نرى أي يعني قرار صيني شكرا. في هذا الاتجاه، لكن ما رأيناه هو أن الصين تبقي على كل القنوات مفتوحة، وهي تعمل من أجل تقريب الآراء. وأيضا خير دليل على ذلك مكالمات وونغ يي مع وزير الخارجية الأخرى. شكرا أستاذ لطفي. أستاذ توم، هناك أيضا بعض التقارير الغربية تقول إن الدول الغربية تركز الآن على الأزمة الأوكرانية الروسية، فليس لديها الوقت للنظر شرقا. لذلك فإن هذا هو أفضل وقت للصين لاستعادة تايوان بالوسائل العسكرية. فبرأيكم هل سوف هذا سيحدث فعل بالفعل؟ فأنا شخصيا لا أعتقد أن الأمر سيجري مثل ما تتوقع هذه وسائل الإعلام الغربية. يعني الكلام هم في نظرية كلام فارغ لا تصلح من الصحة، ذلك لأن قضية تايوان مختلفة عن قضية أوكرانيا في طبيعتها. يعني إذا وسائل الإعلام الغربية هي تربط هاتين القضيتين المختلفتين بعضها البعض. في الحقيقة لها مؤامرة، يعني هي تريد أن تعكر المياه لاصطياد السمك. فإذا الهدف الأساسي لصنع هذه الإشاعة هي أنها تريد أن تمحو الخلاف الأساسي بين هاتين القضيتين المختلفتين تماما، حتى تعرقل خطوات تقدم الصين على طريق تحقيق توحيد الوطن، وهذه هي مؤامرتهم. وطبعا الموقف للحكومة الصينية بالنسبة إلى قضية تايوان واضح وشفاف وثابت. ف يعني دائما تتمسك، يعني الحكومة الصينية دائما ما تتمسك بسياسة تحقيق التوحيد السلمي وبسياسة دولة واحدة بنظامين، ولكنها لن تدع أحد بالتخلي عن حقها في استخدام القوة في وقت اللزوم. إذا في أي أسلوب أو في أي موعد أو في أي وقت تقوم الحكومة الصينية بمعالجة قضية تايوان، هذا شأن من شؤون الداخلية للصين، وأيضا وهذا متوقف عن الخطة الاستراتيجية المحددة للحكومة منذ زمن طويل. إذا لسنا بحاجة إلى تنبيه وتصوير وسائل الإعلام الغربية حول ما يسمى بالموعد المناسب لاستعادة جزيرة تايوان أبدا. نعم، شكرا أستاذ تام. أستاذ لطفي، هناك من أيضا زعم أن روسيا والصين تعتزمان تغويضا النظام العالمي الحالي وبناء نظام عالمي جديد تهيمنان عليه، فهل للصين وروسيا مثل هذه الطموحات أو خطط؟ حسب رأيي والمعلومات التي أعرفها من حياتنا اليومية، من قام بتقويض النظام العالمي الذي تأسس وانبثق عن ميثاق الأمم المتحدة هي الهيمنة الغربية أولا وقبل كل شيء. يعني الغرب ساقوا نظام ميثاق الأمم المتحدة لمصالحهم الشخصية، واليوم حان الوقت لإعادة النظر في ما معنى النظام العالمي، وما معنى التعددية، وما معنى احترام الدول سواء الكبيرة أو الصغيرة منه. فبرأيي الصين اليوم هي تعمل من أجل بناء مصير مشترك للبشرية كما قاله الرئيس شي، وهي بعيدة كل البعد عن هذا. نعم، حان الوقت اليوم، يعني يجب أن لا نخاف من الكلمات، حان الوقت اليوم لإعادة ضبط النظام العالمي، لأنه أصبح غير صالح، لا يلبي تطلعات البشرية. وأنا أعطيك صورة فقط، آخر
ما توصلت إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يخص القرار الذي أصدره مجلس الأمن ضد روسيا. فكانت هناك 35 دولة لم تصوت. ال35 دولة تمثل نصف العالم، نصف المعمورة. يعني يعني أعطيك مثلا دول مثل الجزائر، مثل السنغال، مثل دول في أمريكا اللاتينية. امتنعت يعني عن لم التصويت. تصوت، عندما امتنعت عن التصويت مع الصين. فهذا يعطيك المثل بأن نصف سكان العالم هم ليسوا راضين بهذا الوضع. هذا لا يعني بأنها معناه بأن هناك خلل ما في النظام العالمي الجديد. نعم فهنا الجنوب أو دول يعني الدول الإفريقية ودول أخرى من العالم ترى بأن يعني ما زال في ذهنها قضية العراق، الحرب في أفغانستان، الحرب في كوسوفو، الحالة التي تعيشها ليبيا اليوم. فكل هذه المناطق الساخنة تدل على أنه حان الوقت لإعادة النظر في النظام العالمي الجديد، ويعني وإعادة بناء قواعد جديدة تسمح للدول ما يعرف بدول الجنوب بأن يكون لديها أيضا حرية في القرار، وأيضا ما يجب قلب الطاولة على ما يعرف بالهيمنة الغربية التي دائما ما تصب في مصلحة الدول التي تصنع السياسات والتي تتحكم في الآليات شكرا. والتي تعطي المعايير. لأن مشكل هنا مشكل معايير، مشكل ثقافة. هناك صراع، لماذا فرض ديمقراطية عالم ما على عالم آخر؟ لأن الديمقراطيات من وجهة النظر تختلف من أي مكان وأي شخص، لأن كل دولة تدفع بالتنمية من جهتها الخاصة شكرا أستاذ بعيدا لطفي. عن الضغوط الخارجية والضغوط الداخلية في بعض الأحيان. الوقت يداهمنا، بهذا سوف ننتهي من هذه الحلقة، ولكن أشير في نهاية هذه الحلقة أن هناك فخاخ خطابية، 10 فخاخ خطابية كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نصبتها أمريكا للصين باستغلال الأزمة الأوكرانية الروسية. على الصين أن تنتبه هذه الفخاخ وترد عليها بقوة. وفي الختام أشكر السيد لطفي مقدم وأيضا السيد تونغ هوم، شكرا جزيلا على مشاركتكما. عفوا، شكرا. ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.